إذا مع صديق العزيز كاتب الروائي الدكتور محمد طه، وهو الدينامو الحقيقي في تحريك نشاط الورشة. احنا بنتفضل مساء الفل. احنا بنتعلم هتيجي هنا جهاز التليفون بنتعلم الاستاذ شعبان يوسف يعني كيف تقتنص ندوه جميله في اوانها. يعني احنا عندنا في ورشه الزيتون ندوات محجوزه حتى مايو 2022 وهو انتهز فرصه وجود الاستاذه عليا طالب والاستاذه نورس والاستاذه سيناء في زياره قصيره. تمت ازاحه بعض الندوات عشان ندوه 11 اكتوبر يتم، وانا كنت مندهش يعني الندوه اللي هي على عجل واللي هي مش موجود فيها الكتب. حتى وهو بذل مجهود في انه يصور هذه النصوص بالموبايل بتاعه وهو ما بيعملش ده ابدا. يعني عاده يشترط على الناس انها تجيب واللي ما يجيبش الكتب ما تتمش الندوه. موهبه بني تعليم عرفنا على التعليم. الحماسه بتاعت الاستاذ شعبان يوسف هذه الندوه يعني كانت في موضعها تماما. الحماسه شديده وهي فعلا ندوه تستحق، لان الاستاذ عليا طالب والمد العراقي اللي كان موجود في الورشه في 2006 و2007 الاستاذه عليا والاستاذ ريم قيس قربة وصادق الطائي واحمد ابراهيم احمد وابراهيم احمد الكاتب العراقي كان لهم حضور. وكان عاده الواحد بيندهش من هذه الشخصيات الجميله الفعاله اللي هي دايما تمد الجسور التفاعل في اي مكان وجدوا فيه. يعني في الفتره اللي كانوا موجودين فيها كان يتصدوا للمناقشه والمشاركه بشكل جيد في اعمال الورشه، وانا اظن ان ده الرصيد ده هو اللي خلى الاستاذ شعبان يوسف يقيم هذه الندوه. يعني عشان بس يعني بسرعه كده، انا مفتون بالثلاث شخصيات. الترتيب هبدا من الاستاذه نورس اللي هي يعني صنعت نص شعري بالغ الجمال وبالغ البساطه وبالغ الادهاش، وده كان باين على المستمعين وهم بيصفقوا لهذه النصوص. انا بحس انها بتجاري عمليه فسيولوجيه في النص الاول بتاع التخصيب والحمل والولاده، هو الامر العادي اللي بيمر على مبدعين على 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 ناس عاديين، لكن هي خدته في نص موازي شعري وسمت كل مرحله من هذه المراحل يعني تكونها في بطن الجنين في بطن الام اطلقت عليها كذبه، وكذبه سمت كذبه بتنمو داخل هذا الرحم ماشيه مع مراحل الميلاد وتسميه الاسم نورس، و صنعت نص انا معاه متابعه من اول كلمه حتى اخر كلمه، وعيني على الدكتوره فاطمه والاستاذه منى وحضراتكم انتم بتسمعوا نص جميل، نص ينتمي الى يعني لا تلتقطه سوى انثى مبدعه. النص الثاني اللي قالته اللي جاي من نطاق المطبخ وهو ايضا مكان المراه دخلت منه على مناطق العلاقه بالرجل ونفس مقادير الاشياء اللي في المطبخ، نص بديهي. ثم النص اللي هي اراده الثالث اللي هو ورد في الكتاب تجربه شعريه تكاد تكون خاصه بها هي، القائها حتى القاء شعري ورصيد، والنص ما فيش فيه يعني متشفي ما فيش فيه كلمه زياده ولا كلمه ناقصه. استاذه عليا طالب غنيه عن التعريف طبعا، محترفه في الكتابه، تمتلك كافه التقنيات السرديه اللي تؤهلها لكتابه قصه قصيره رائعه، عارفه هتقول ايه من البدايه. القصص القصتين اللي وردوا في هذا الكتاب يعبروا بشكل بارع عن الوضع في العراق بدون صخب وبدون كلام ينفع يتم تعميمهم على مجتمعات اخرى لها نفس
هذه الظروف. أستاذة سيناء أيضا القصة زي ما قال تونس القصة كصورة. أنا بس كان يعني مع افتتاني بهذه القصة مانيش عارف ليه حسيت إنها كان يمكن أن تنتهي قبل المشهد الأخير بثلاث أربع سطور. طبعا هي النص مش موجود قدامي دلوقتي فمش هعرف أدلل، لكن القصة كانت محتاجة إنها تنتهي بدري شوية عن كده، وكانت محتاجة التخفيف من صخب بعض المفردات المغرقة في الإنشائية. وده زي امبالش مثلا في القصة الجديدة مثلا يبدو ان القصة كانت مرحلة ما من حياة الكاتبة. انا اظن انها تجاوزت ده بشكل كبير في نصين القصيرين اللي قراتهم. ما كانش فيه الجزالة ما لحقتش عكيسها يعني. على اي حال احنا يعني في غاية السعادة من اختيار الاستاذ شعبان يوسف لهذه الكوكبة الجميلة والفرشة الثقافية النقدية والتاريخية اللي قالها عن الكاتبات وعن الظلم اللي بيتعرض له. يعني تقريبا شعبان عمل موضوع يصلح الى مؤتمر ادبي في هذه الندوة الجميلة. احنا في غاية السعادة وبنحييهم جميعا وفي شوق ان احنا نسمع او نقرا نصوص اخرى لك. احسنت.